أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شيخ، وصفة اليوم؟ وصفة اليوم وبالله التوفيق، هناك مرض شائع وكثر في هذا الزمان ألا وهو القولون العصبي. نعم شيخ، يعني كملنا من العقم عند الرجال وعند النساء، انهينا هذا الموضوع. نعم. ولو أنه يحتاج إلى إضافة، ولكن أعطينا حقه فوق 50%. نعم. ويحتاج إلى إضافة. أما في موضوع القولون العصبي فالكثير من يشتكي من هذا الموضوع في يومياته. كنا نسمع القولون عند الكبار، يعني قديما القولون كان يشتكي من فوق الستينات يشتكوا منه. أما الآن تسيبوا شاب أو شابة تشتكي من القولون، والقولون له أعراض، مثلا كثرة الجشاء، يعني كما نقولوا التقرع، كثرة الجشاء، زيد على ذلك لي غاز، لي بالونمون دو غاز، يعني انتفاخ البطن. أحيانا كاين بعض النساء تظن أنها حامل، وهي لا، هي ماهيش حامل، ولكن القولون هو نتمنى ان شاء الله لو كان عندنا صوره كاشفه للقولون نشرح بعد عن طريق المجسم، ولكن نتاسف في حلقه قادمه سنشرح عن طريق المجسم العلمي. فالقولون العصبي اذا كان القولون في حد ذاته يشتكي في تشنجات داخليه، هو عمليه امتصاص، يعني هو يقوم باعتصار الماده المجتره من قبل المعده، يفرز الفضلات ويعطي ما تبقى عن طريق الامعاء، وتكون هناك عمليه افراز في الدم وفي الكبد وفي الطحال. هذا ميكانيزم اخر، يعني موضوع ماهوش وقته باش نحكي له. ولكن القولون اذا كان هو جهاز في حد ذاته تعرض الى اصابات عن طريق جراثيم من خارج، عن طريق الاكل مثلا، القولون الاكثر اصابه منه هذا الحالات الثلاثه، مستعملي الشمه، يعني اللي يديروا الشمه يشكوا من القولون، يعني يستعمل الشمه ننصحهم. القولون هذا خارج الرقيه، من بعد ندخل في الرقيه، يعني ماشي نهضر في اللي يستعملوا الشمه القولون ياذيهم. مستعملي الخمور، يعني الله يتوب عليهم، الله يتوب عليهم والله يتوب عليهم، يعني شاربي الخمر. زيد على ذلك المدمنين على كثرة الحمضيات لزاسيد، يعني هذو ثلاثة عندما يكون الإنسان مدمن عليهم يصيب، لأن القولون لا يتحمل هذه الأشياء. وهناك الأطباء أكثر مني كفاءة وأكثر مني معرفة، أرجو أن تكون لهم الإضافة في تخصصهم. أما في موضوع الرقية، قلت أنا أتكلم في الحصة، في وسط الحصة كان الطالب اللي يوكل المريض مادة سحرية وترتب عليها مفاسد صحية داخل الجسم وتحدث له تشنجات وانتفاخات، حتى هناك آلام في البطن، آلام في البطن، كان يقول لي مانيش نطيق نتحمل، نحس قنابل راهي داخل في البطن تاعي. هنا تكون عملية متكاملة، يعني تفوت المادة السحرية إلى تمركزت في المعدة، هنا الخطر يكون نصفي. اما اذا تمركزت في القولون فهنا الخطر اشد واصعب وقع. يعني كيف؟ اذا كان الماده السحريه تمركزت في القولون، علميا نشرحها، نتمنى الاطباء يعني اللي غاسترولوج يركزوا معايا في هذه وتفيدهم افاده جليله. القولون كما هو معروف في الفيزيونومي تاعو، يعني عنده كوش اونتر دو كوش، الماده السحريه سافيتر، يعني تدخل تتمركز، ولا تمركزت بين الطبقه والطبقه فهنا يصعب استخراجها باي وسيله، يصعب استخراجها، يصعب. وهذا يدخل في السحر القهري، هذا هو السحر اللي يتمركز في المعده، والجني هنا يبدا ينط يعني ويتمركز داخل الجسم كما يريد. ربما كان بعض الرقاد من يشوفوا المس يتكلم يشوف الجني ما يتأثرش بالتلاوة والقرآن، هنا تمركز وتخندق داخل القولون ويحدث بعض الأعصاب، يعني يكون يعيطون له كولون نيرف، يعني يولي كثير العصب، التشنجات، كثير الغضب، سريع الضرر. ما هو علاجه؟ من ناحية طبية ماهوش تخصصي، ولكن سأعطي وصفة، نتمنى ما نتسرعش نقول الوصفة. تؤخذ ملعقتان كبيرتان من حب السودة، ملعقتان كبيرتان من اليانسون أو حبة الحلبة، ملعقة كبيرة من حبة الحلاوة أو اليانسون، تسمى اليانسون أو حبة الحلاوة أو جران دانيس كما تسمى بالفرنسية، ملعقة كبيرة من الكمون. أما كاين الحب السوداء يسموه الكمون الأسود، ده هو حبة السوداء، هو حبة البركة.
وكاين الكمون الاخضر اللي معروف هو الكمون، ملعقه كبيره من حبه من الكرويه، يعني هي لها شبه كبير مع اليانسون ولكن رائحتها تختلف تماما، وملعقه صغيره ملعقه كبيره من السنه، يعني من السنه، وملعقه كبيره من لسان عصفور، ملعقه كبيره من لسان عصفور معروفه عند العطارين. يخلط الجميع، يخلط الجميع ويغلى وتشرب ثلاث مرات عند الصباح وعند الغداء وعند الليل مدة أسبوع، بإذن الله سيكون الشفاء، وهي هي ناجعة. حتى بعض الأطباء المتخصصين في الغرب طلبوا مني أن تستحضر في المخابر وتوضع على شكل كبسولات، يعني هذه الخلطة. الموضوع كيف يمكن استخراج المادة السحرية؟ السنة تكون يعني هي الممر لاختراق هذه الأشياء، هذه المكونات في التوابل، تدخل بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية في القرون فتخرج المادة السحرية، فيكون هناك عملية الجن ديزارميه، يعني تقلع له المادة السحرية التي كان يتقوى بها في القرون، فالإنسان يبدأ يهدأ، فتلك الغازات يعني اللي غاز تبدا تنقص. زيد على ذلك دائما قبل الاكل مع هذه الخلطه، قبل الاكل، قبل الغداء، قبل العشاء بنصف ساعه، كاس ماء دافئ، ملعقتين من خل التفاح، لو فينيغر دو سيدر اسمه خل التفاح، ملعقتين كبيرتين في كاس ماء دافئ، وان شاء الله غادي يفرحوا. قال لي عندهم هذا المشكل تاع خل تاع القولون، سواء اصابه عضويه او اصابه سحريه. نعم. الاثنان باذن الله بهذه الوصفه شافيه وكافيه، وهذا ما يمنحش يشوفوا طبيب متخصص. نعم. في الجاسترولوج ربما يعطيهم اشياء اخرى تكمل هذا العلاج بحول الله ان شاء الله. هل هناك وقفه شيخ لهذه الوصفه؟ الوقفه اني قلتها يعني استبقت، يعني قلت. نعم. بعض اطباء الغرب طلبوا مني هذه الوصفه، لماذا على ما يديروش على شكل كبسولات واقراص ونروجوها في السوق؟ تحفظنا على هذا الموضوع. نعم. لاسباب ما نقولها في وقتها المناسب بحول الله. شكرا لك شيخ على كل هذه الوصفات، على كل هذه الارشادات، على كل هذه التوضيحات، وشكرا ايضا على قدومك وسفرك من بيتك الى هنا، جزاك الله خير. عصبي إذا كان القولون في حد ذاته يشتكي في تشنجات داخلية، هو عملية امتصاص، يعني هو يقوم باعتصار المادة المجترة من قبل المعدة، يفرز الفضلات ويعطي ما تبقى عن طريق الأمعاء، وتكون هناك عملية إفراز في الدم وفي الكبد وفي الطيحان. هذا ميكانيزم آخر، يعني موضوع ما هوش وقته باش نحكي له، ولكن القولون إذا كان هو جهاز في حد ذاته تعرض الى اصابات عن طريق جراثيم من خارج عن طريق الاكل، مثلا القولون الاكثر اصابه منه هذا الحالات الثلاثه، مستعملي الشمه، يعني اللي يديروا الشمه يشكوا من القولون، يعني يستعمل الشمه ننصحهم القولون هذا خارج الرقيه، من بعد ندخل في الرقيه، يعني ماشي نهضر اللي يستعملوا الشمه القولون ياذيهم. مستعملي الخمور، يعني الله يتوب عليهم، الله يتوب عليهم والله يتوب عليهم، يعني شاربي الخمر. زيد على ذلك المدمنين على كثرة الحمضيات الزاسيد، يعني هذو ثلاثة عندما يكون الإنسان مدمن عليهم يصيب، لأن القولون لا يتحمل هذه الأشياء. وهناك الأطباء أكثر مني كفاءة وأكثر مني معرفة، أرجو أن تكون لهم الإضافة في تخصصهم. أما في موضوع الرقية، قلت أنا أتكلم في الحصة، في وسط الحصة كان الطالب اللي يوكل المريض مادة سحرية وترتب عليها مفاسد صحية داخل الجسم وتحدث له تشنجات وانتفاخات، حتى هناك آلام في البطن، آلام. نعم. في البطن كان يقول لي مانيش نطيق نتحمل، نحس قنابل راهي داخل في البطن تاعي. هنا تكون عملية متكاملة، يعني تفوت المادة السحرية إلى تمركزت في المعدة، هنا الخطر يكون نصفي. اما اذا تمركزت في القولون فهنا الخطر اشد واصعب وقع. يعني كيف؟ اذا كان الماده السحريه تمركزت في القولون، علميا نشرحها، نتمنى الاطباء يعني اللي غاسترولوجي يركزوا معايا في هذه وتفيدهم افاده جليله. القولون كما هو معروف في الفيزيونومي تاعو، يعني عنده كوش اونتر دو كوش، الماده السحريه سافيتر، يعني تدخل تتمركز، ولا تمركزت بين الطبقه والطبقه. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. شيخ وصفه اليوم، وصفه اليوم وبالله التوفيق، هناك مرض شائع وكثر في هذا الزمان
ألا وهو القولون العصبي. نعم شيخ، يعني كملنا من العقم عند الرجال وعند النساء. انهينا هذا الموضوع. نعم. ولو أنه يحتاج إلى إضافة، ولكن أعطينا حقه فوق 50%. نعم. ويحتاج إلى إضافة. أما في موضوع القولون العصبي فالكثير من يشتكي من هذا الموضوع في يومياته. كنا نسمع القولون عند الكبار، يعني قديما القولون كان يشتكي من فوق الستينيات يشتكوا منه، أما الآن تسيبوا شاب أو شابة تشتكي من القولون، والقولون له أعراض مثلا كثرة الجشاء، يعني كما نقولوا التقرع، كثرة الجشاء، زيد على ذلك لي غاز، لي بالونمون دو غاز، يعني انتفاخ البطن. أحيانا كاين بعض النساء تظن أنها حامل وهي لا، هي ماهيش حامل، ولكن القولون هو نتمنى ان شاء الله لو كان عندنا صوره كاشفه للقولون نشرح بعد عن طريق المجسم، ولكن نتاسف في حلقه قادمه سنشرح عن طريق المجسم العلمي. فالقولون فهنا يصعب استخراجها باي وسيله، يصعب استخراجها، يصعب، وهذا يدخل في السحر القهري، هذا هو السحر اللي يتمركز في المعده، والجني هنا يبدا ينط يعني ويتمركز داخل الجسم كما يريد. ربما كان بعض الرقاد من يشوفوا المس يتكلم يشوف الجني ما يتأثرش بالتلاوة والقرآن، هنا تمركز وتخندق داخل القولون ويحدث بعض الأعصاب، يعني يكون يعطونه الكولون نيرفو، يعني يولي كثير العصب، التشنجات، كثير الغضب، سريع للضرر. ما هو علاجه؟ من ناحية الطبية ما هوش تخصصي، ولكن سأعطي وصفة، نتمنى ما نتسرحش نقول الوصفة. تأخذ ملعقتان كبيرتان من حب السودة، ملعقتان كبيرتان من اليانسون أو حبة الحلبة، ملعقة كبيرة من حبة الحلاوة أو اليانسون، تسمى اليانسون أو حبة الحلاوة أو غران دانيس كما تسمى بالفرنسية، ملعقة كبيرة من الكمون، أبا كاين الحب السوداء يسموه الكمون الأسود، هو حبة السوداء، هو حبة البركة، وكاين الكمون الأخضر اللي معروف هو الكمون، ملعقة كبيرة من حبة من الكروية، يعني هي لها شبه كبير مع اليانسون ولكن رائحتها تختلف تماما، وملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة من السنة، يعني من السنة، وملعقة كبيرة من لسان عصفور، ملعقة كبيرة من لسان عصفور معروفة عند العطارين، يخلط الجميع ويغلى وتشرب ثلاث مرات عند الصباح وعند الغداء وعند الليل مدة أسبوع، بإذن الله سيكون الشفاء وهي ناجعة. حتى بعض الأطباء المتخصصين في الغرب طلبوا مني أن تستحضر في المخابر وتوضع على شكل كبسولات، يعني هذه الخلطة. الموضوع كيف يمكن استخراج المادة السحرية؟ السنة تكون يعني هي الممر لاختراق هذه الأشياء، هذه المكونات في التوابل، تدخل بين الطبقة الأولى